المرأة عندنا بالعراق مقدسة، المرأة ما تنضرب، شنو يقوم عليه يضربها؟ يجرح ايدها ويصادر تليفونها او يكسر تليفونها، لانه احسان يعتقد تصور السفارة، واذا صورت السفارة شنو؟ لكن العالم الطب البيت الابيض تصور، الطب غرفة النوم مال ملكة بريطانيا تصور، واذا صورت السفارة انت شنو اللي عندك خايف منه؟ أنا الناشطة وسيدة الأعمال عروبة الشمري تعرضت للضرب داخل السفارة العراقية من موظف إحسان فيصل بدون أي سبب، لمجرد أنه أنا كنت أتصل بالتليفون حتى أتكلم مع شخص يريد عنده سرطان يريد يتعالج داخل تركيا وما عنده مبالغ اللي تكفي، فمن أني أبعد عن السفارة 400 متر الباب الخارجية وياي موظفين موجودين هجم علي بلا سبب، أخذ التليفون كسر التليفون ضربت بإيدي ضربة قوية، أني أطالب بسحب الكاميرات تصوير الكاميرات اللي كان، وأطالب من السيد رئيس الوزراء بإحقاق الحق والسيد وزير الخارجية أنه أريد حقي من هالموظف هذا اللي اعتدى، وهذه ومع العلم أنه أنا داخل الحرم العراقي داخل الأرض العراقية داخل السفارة العراقية اللي هي بيد كل العراقيين، فأطالب دولة رئيس الوزراء والسيد وزير الخارجية بإنصاف الحق، وأريد سحب الكاميرات والتصوير وحتى كل الرأي العام وكل العراقيين يشوفون شنو دا يصير بالسفارات العراقية خارج العراق ولوين دا يوصلون بهالمهزلة وبهالأذية هذه للمواطن العراقي خارج العراق. أنطونيا العروبة، سيدة عروبة مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا أستاذ نجم. أنا عندي مجموعة أسئلة أريدك تجاوبين عليها. حضرتك أنت كنت سائحة في تركيا أم مقيمة في تركيا؟ أنا مقيمة. الحادث الاعتداء اللي وقع عليك، وقع عليك داخل السفارة عن بعد 400 متر عن السفارة مثل ما أجاب الفيديو؟ داخل السفارة، داخل باب السفارة الخارجية تبعد 400 متر عن البناية. هاي الباب الخارجية تعتبر داخل السفارة. أنا كنت داخل السفارة. داخل السفارة العراقية. بحديقة السفارة. بحديقة داخل السفارة موجودة. النظام اللي موجود نعم. بالسفارة العراقية بتركيا، المراجع من حقه يدخل تليفونه وياه؟ إذا دخل للسفارة ينسحب التليفون، لكن بعد برا هو بالحديقة وأني بعمل رسمي ما رايحة مراجعة. أنا رايحة بعمل رسمي حسب ما طلب السفير عنده، طلبت من السيد السفير مساعدات لأنه أكو إجتي للزلزال فبقت بالمخازن مالتهم، وعيد جاي وإحنا عندنا الناس هناك محتاجة، فتبرع السيد السفير بهاي المساعدات للناس المحتاجين. فأخذت سيارة على حسابي رحت أحملها وموظف وياي من السفارة يسجل الأسماء وتليفونات الناس اللي تستلم. زين أنا برا وياي واحد من الموظفين واقف بالباب، واقفين بالباب مال السفارة. من نريد ندخل للقنصلية أو ندخل للسفارة المرحلة الثانية نسلم التليفونات وندخل. إحنا واقفين نحمل المواد مالتنا برا يم السيارة حديقة السفارة. زين. فأنا واقفة دا أحكي عندي مريض عنده ثلاث سرطانات. ويريد مستأصلها يريد كيمياوي يضرب ما عنده. زين. فأنا دا أحكي مع شخص إنه يرتب له أي متمكن يعالج هالبني آدم هذا. زين. لأنه كلش وضعه يلقى. زين. زين. فخابرت دا أحكي يا قلت له ماشي إن شاء الله. شنو اللي صار؟ يسمعون. اللي صار طلع هذا الموظف. من هو؟ هاي ناشطة اللي هو إحسان فيصل. إحسان يشتغل. هاي ناشطة. يشتغل قانوني للقنصلية العراقية. قانوني للقنصلية، اي سوى فيصل؟ فيصل رأسا اجا شيت على التليفون ماتي اخذها بقوة تكسر التليفون ايدي انجرحت. يا ناس ادا اقول له شنو الموضوع، الولد كلهم واقفين الحماية دا يقولوا له شنو الموضوع، احسان الست عروبة يمنا انت ايش دا تسوي؟ لا هاي ناشطة هذا تسجلنا هذه دا تصورنا. قالوا له الولد احنا دا ننطيها مساعدات بامر السيد السفير، انت ما من حقك ما يصير هيك يا احسان، هاي تصور هاي تسجل.
يا استاذ احسان بس اشوف المراه مكلب بايدي، اني اخذت التليفون حكيت مع الشخص اللي كان يتكلم وياي قلت له بدي اشوف ايش يصير بالسفاره العراقيه استاذ. زين انا مو قلت لكم تسجل يا ناس اني برا برا السفاره. زين الان بعد هذا الحادث الاعتداء السيد السفير عنده علم؟ سفير العراقي بتركيا طبعا اكيد عنده علم. اتصل عليك السيد السفير؟ لا ابدا. ليش ما اتصل بيت السيد السفير؟ ما اتصل، اتصل اجوني الامن مال السفاره قعدوا انت عراقيه هنا تعرفوني اني مساعده العراقيين رمضانات كلها دا اسوي لهم جلسات فطور. انت ناشطه مدنيه؟ نعم. هو زين ليش نعم شنو اللي كان يخوف احسان فيصل انه انت كنت تصورين؟ شنو اللي كان قلقه؟ من شنو قلقان احسان؟ كانت الظاهر اكو مشاكل يخافون من عندها ما اعرف والله يا عيني، لانه اني من طلعت رجعت اريد اقدم شكوى للسفير لانه اني عندي 40 نفر بالشارع واقفين دا ينتظرون المساعدات تجي مالتهم، فرحت وزعت لهم ورجعت لقيت الناس متظاهره بباب السفاره العراقيين كلهم واقفين متظاهرين، رجعت يعني السفير اطاح المساعدات العراقيه للعراق بقدمها الى تركيا من الزلزال. طبعا ايه طبعًا. مساعدات العراق مو من احد فادي. معالي وزير الخارجيه المحترم، احنا كل احنا نعرف انه السفارات لما تفتح بالخارج هي لتقديم الخدمات الى الجاليه والى الرعايا العراقيين الموجودين، اما ان يتم الاعتداء على اي عراقي وبالذات اذا كانت مرأة بغض النظر اذا كان غلطان او غير غلطان، هو اسلوب فج واسلوب غير حضاري واسلوب غير اخلاقي وانساني. مرأة تعتقد السيد احسان كانت تصور اكو سيكوريتي اكو امن متحضر يجي على المرأة يقعد جوا يفتح تليفونها بكل ادب واحترام، اذا كانت مجافية للقانون فتخضع للقانون واذا كان لا تعتذر منها. اما بناء على ما تقول السيدة عروبة الشمري وهي ملزمة بتأكيده امام حضراتكم انه الاعتداء تم عليها لانه السيد احسان وفوقها رجل قانون بالقنصلية العراقي ويتم الاعتداء على المرأة والمرأة تصر ان تسحب الكاميرات من باب السفارة ليشوف ليش تم الاعتداء عليها، انا اعتقد هذه همجية وهمجية غير مبررة، وكافي هذا اللي يصير بالسفارات العراقية من مناظر بعض الأحيان مخجلة. أنا أقر وأعترف وقلتها هنالك جهد عالي وجهد دبلوماسي راقي للخارجية العراقية على مستوى التمثيل الوزاري، لكن على مستوى أداء السفارات ما زال بهذا الشكل. المرأة عندنا بالعراق مقدسة، المرأة ما تنضرب، شنو يقوم عليها يضربها يجرح إيدها ويصادر تليفونها أو يكسر تليفونها؟ لانه احسان يعتقد تصور السفاره، واذا صورت السفاره شنو؟ لك العالم الطب البيت الابيض تصور، الطب غرفه النوم مال ملكه بريطانيا تصور، واذا صورت السفاره انت شنو اللي عندك خايف منه؟ اذا خايف وعندك اشياء مخالفه للقانون والله من حق كل عراقي ان يصور ويصور ويدزي له معالي وزير الخارجيه اللي يستقبل سيد وزير الخارجيه السيد المتحدث الرسمي باسم الخارجيه الدكتور الصحاف المحترمين. هاي القضية يجب أن يفتح بها تحقيق، وأرجوكم عينكم على السفارات، ما معقولة عراقية تنهان بهاي الطريقة، غلطانة تخضع للقانون، ما غلطانة الموظف يخضع للقانون. ملينا من هاي القضية من السفارات برا، ملينا وهاي الشكاوى. نعم الأخطاء تحصل لكن بالعمل الدبلوماسي بالتمثيل برا اختاروا ناس بها حظ، وانا ادري الضغط اللي على الوزير، السيد خابر، الحجيه خابرت، العلويه تريد، السعاده يريد، الدوله يريد، هذا قرايب فلان، هذا خالته فلانه، هذا عينوه، ما يصير. اذا تبقون بهذا الشكل بابا انا قايل لكم بعد 400 سنه ما تبنوا لكم كوخ، مو ما تبنوا لكم دوله، ما يصير. هذا عمل دبلوماسي. احسان زعلان يخاف تصور، لا والله تصور، أنا باكر أوقف قدام أي سفارة عراقية أو أفتح تليفوني وأصور، هو مو خلال بالأمن القومي ولا خلال بالأمن الوطني، أكو سفارة ببابها زبالة، أكو سفارة مثلا ببابها تكدس، أكو سفارة ببابها إهمال، يا أخي حرية الوصول للمعلومة أريد يوديها للوزير يوديها للحكومة حتى تصلح. فإحسان يا معالي الوزير
المرأة موجود تليفونها عندي وهذا الفيديو. أنا أعرف مشاغلك الله يعينك السيد الصحاف، أنا أدزلك، وهذا الرجل يجب أن يخضع للقانون، والمرأة موجودة الآن في بغداد جاية من أجل هذا الموضوع.